في فقرة المية اللي ما بقى منها بس 53 يوم واللي تتابع بها تحركات وقرارات رئيس الوزراء للفترة اللي تعهد فيها للشعب يغير العراق خدميا واقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا. اليوم السوداني مرتاح وما عنده شيء، أموره تمام. افتتح دولته، افتتح معرض بغداد الدولي للكتاب، مبارك دولتك وبالتوفيق إن شاء الله. لكن يعني حتى أفيدك بشيء، أكو هناك كتب زينة من ضمنها مثلا تتحدث عن تطور الدول الديمقراطية وأخرى عن إبراز الثورات الشعبية في العالم، أتمنى أن تكون لقيتهم هناك.